ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حمال؟ نعم؟ إبراهيم معايا؟ أيوة إبراهيم. ازيك يا إبراهيم؟ عرفت مين ازيك؟ معاك ولا لأ؟ محمد علي؟ نعم؟ ها؟ أيوة معاك محمد علي. ازيك يا حمال؟ عامل إيه؟ الحمد لله تمام، أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام، بخير طمنت والله. على حملك ولا على مين؟ على اخوك. والله يا عبده ما كلمتوش، انا مش عارف اوصل له اصلا، ما عنديش طريقه ان انا اوصل له. ما هو بقى مش عارف، انا التليجرام اول حاجه ما حملتوش، كان معايا يوم السبت، قعد قال لي، ايه قلت له خد حمل لي التليجرام، قعد يتوه كده وقال لي ماشي وكده وشويه ونسينا تمام ومشينا من غير ما اعمله يعني. فانا والله ما عملتش التليجرام، انا مش عارف اوصل له. هو كان كلمني مره من رقم تليفون عادي وقال لي ما ترنش عليا بيه، انا لما كده هبقى اكلمك، انما قال لي ما تحاولش ترن عليا.